اكيد ما بتبقاش واثقه من نفسها في طريقه تربيتها لاولادها. ايه اللي يخليني ابقى واثقه من نفسي وانا بربي؟ كل واحد يكتب في ورقه وقلم ايه هي نقط القوه بتاعته وازاي يستخدمها في طريقه التربيه. فالوعي بنقط الضعف مش علشان ان احنا يعني نحط على نفسنا ولا نحبط من نفسنا، بالعكس نقط الضعف دي الوعي بيها هيساعدني ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا اسلمها لحد يعملها بدالي هو شاطر فيها. اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ازاي. ناس كتير ما بتبقاش واثقة من نفسها في طريقة تربيتها لولادها، بتبقى حاسة ان في اثار قديمة من الطرق التربية القديمة مأثرة عليها، وكأنها طول الوقت بتبقى مش عارفة يعني هو أنا بربي كده صح ولا بربي كده غلط. في حاجات كتير قوي مأثرة عليا من زمان، من تربيتي زمان، بس بلاقي نفسي بعملها وببقى متضايقة أن أنا بعملها لأنها كانت بتضايقني زمان وأنا صغير لما كانوا أهلي بيتعاملوا معايا بالطريقة دي. وبنلاقي الأهالي طول الوقت يعني متشككة، هل أنا بعمل صح ولا هل أنا بعمل غلط؟ هل ولادي شايفين ان انا قدوه ليهم في التربيه ومبسوطين ان يعني احنا ماشيين الطريقه دي في التربيه، ولا ولادي متضايقين مني زي ما انا كنت متضايق قبل كده من اهلي؟ وهل ده ليه اثر على طريقه تربيتي؟ هو بيبقى ليه اثر فعلا، بس انا اقدر اغير يعني النضاره شويه، اقدر ابص لكل حاجه كانت مضايقاني زمان من طريقه تربيه يعني خلاص اتربيت بيها بس ما كانتش عجباني او وجعتني في حاجات معينه، ممكن ابص لها نظره ايجابيه لان انا مش هقدر اغير الماضي. ممكن ان انا اشوف بابايا اللي كان شديد قوي ده ان هو علمني الديسيبلين او علمني الالتزام. ممكن مامتي اللي كانت بتشد عليا جامد قوي في المذاكره دي اتعلمت منها، حتى لو انا كنت متضايق من الطريقه دي اتعلمت منها اهميه التعليم والتعلم وان ازاي الواحد يعني يشوف اهدافه في التعليم ويحاول يوصل لها. ففكره ان انا يعني اتخلص من الحاجات اللي مضايقاني يعني في طريقه تربيتي زمان، ان انا ابص بنضاره تانيه هتفرق قوي لطريقه تعاملي مع ولادي. وهنشوف ده لما الواحد يبدا كل شويه يغير نظرته للي حصل، هيلاقي ان اثر ده باين عليه في طريقه تربيته في اللي جاي كمان. شوف الحلقه كامله على قناه مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.